بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس. فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، بعرق فيه تمر، فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: أعلى أفقر منا؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: اذهب فأطعمه أهلك. رواه السبعة واللفظ لمسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الله وسلم على نبينا محمد. من مبطلات الصيام الجماع في نهار رمضان، جماع في نهار رمضان للصائم يبطل صومه، لأن الله سبحانه وتعالى حدد الليل للجماع والأكل والشرب، وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، إلى آخر الآية، إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. فمجال الأكل والشرب والجماع في الليل، وقت واسع والحمد لله. والصيام ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس، يتجنب المفطرات ومنها الجماع. هذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه رحمة وفيه حكمة، لأجل التشريع، بيان للناس هذه الوقائع في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، يا مصالح، لأجل أن يشرع عندها الحكم للأمة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وشوف يعني الأدب، وعند الرواة ما قالوا فلان وفلان، جاء رجل، جاء رجل، لأن المقصود الفائدة ما هو المقصود معرفة الشخص. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الرجل معروف، لكن لم يسموه من باب الأدب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت. شوف، الرجل اعترف على نفسه وخاف من الذنب، خاف مما حصل، وهذه صفة الصحابة على وجه الخصوص، وصفة المؤمنين على وجه العموم، أنه إذا وقع في مخالفة يخاف، يخاف منها، ولا يقول هين هذه سهلة وهذه ما هي بشيء، وهذه سمهنا لهذه الأمر سهل، ما يقول كذا، يقول: لا، هلكت، هلكت. قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، يعني هلك زوجته. النبي صلى الله عليه وسلم استفصل منه، هذا فيه أن
العالم يستفصل من السائل، يستفصل من السائل حتى يعرف الحكم المناسب لسؤاله والجواب المناسب لسؤاله. قال: وما أهلكك؟ قال: وقعت على أهلي، يعني بالجماع، وأنا صائم. لأنه يعرف أن الله حرم الجماع في نهار رمضان، لكن غلبته الشهوة ورؤية المرأة وقع عليه. وقعت على أهلي وأنا صائم. وفي هذا في مصلحة للأمة لأجل بيان الحكم الشرعي. ما غضب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: وراك تفعل يا خبيث يا خمام يا لا. الرسول صلى الله عليه وسلم حليم، والرجل صادق. لو ما هو صادق ما جاء يسأل ولا اعترف انه هلك واهلك. فالرسول ما عنفه عليه الصلاة والسلام، قال: هل تجد ما تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: هل تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أهلكني إلا الصيام. قال: هل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. كل الخصال الكفارة يعجز عنها، وهذه الكفارة هي كفارة الظهار: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. لكفارة الظهار هي أيضا كفارة الوطء في رمضان، كفارة الوطء في رمضان. فالرجل اعتذر عن كل الخصال الثلاث: الكفارة، عدم الاستطاعة. جلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر ماذا يصدر في شأنه، أو ينزل وحي من الله عز وجل في شأنه. جلس ينتظر، ما قام وراح، جلس ينتظر ماذا يكون. فبينما هو كذلك جاء الله بالفرج. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق، والعرق هو الزنبيل، هو الزنبيل اللي تعرفه، فيه تمر من أحد المسلمين. جاءوا به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من أجل أن يصرفه في حوائج المسلمين، فقال: خذ هذا تصدق به، خذ هذا تصدق به، يعني على 60 المسكين. الرجل هالمرة طمع، هو الأول خايف، ولا شاف حلم الرسول صلى الله عليه وسلم، شاف حلم الرسول صلى الله عليه وسلم ورفقه به، طمع لما رأى شاف التمر. قال: أعلى أفقر منا يا رسول الله؟ تصدق بهذا على أفقر منا؟ ما بين لابتيها المدينة، يعني لابتيها يعني الحرتين الشرقية والغربية، لأن المدينة محفوفة بحرتين من الشرق ومن الغرب، ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فعند ذلك ضحك النبي صلى الله عليه وسلم
هذا من حلمه ورفقه بأمته، ضحك، ومن كمال خلقه صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت أنيابه، تبسم حتى كان ضحكه التبسم، ما كان يقهقه ويفتح فمه مثل ما يفعل مثل ما نفعل ويستلقي على قفاه، لا، يتبسم فقط. تبسم صلى الله عليه وسلم كما تبسم سليمان عليه السلام، تبسم ضاحكا من قولها، تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، بعض الأحاديث حتى بدت نواجذه وهي أطراف الأضراس، تعجبا من حال هذا الرجل الذي جاء خائفا ثم في الأخير طمع. تبسم صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام، فقال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. جاء خائفا ورجع رابحا، هذا الفرج من الله سبحانه وتعالى نتيجة الخوف من الله، جاء خائفا من الله، الله جل وعلا جبره: خذه فأطعمه أهلك. اختلف العلماء هل معنى أطعمه أهلك أنه يكون كفارة بدل المساكين، أو أنه تسقط عنه الكفارة على قولين، على قولين. بعضهم يقول أن أطعمه أهلك يعني أنه من باب الكفارة، وبعضهم يقول لا، سقطت عنه الكفارة وأعطاه، منحه النبي صلى الله عليه وسلم هذا التمر لحاجته. فعلى كل حال، الشاهد من الحديث أن الجماع يبطل الصيام، هذا الشاهد من الحديث، وأنه يوجب الكفارة، لأن المفطرات على قسمين: منها ما يبطل الصيام ولا يوجب الكفارة، مثل ما سبق، مثل ما سبق من الأكل والشرب والقيء الاستقاء، هذه مبطلات للصوم لكنها لا توجب كفارة وإنما توجب القضاء فقط. وهناك نوع يفسد يبطل الصوم ويوجب الكفارة، وهو الجماع، وإلا الحجامة، وإلا الاستقاء، الأكل، الشرب، هذه تبطل الصوم لكن لا توجب كفارة وإنما توجب القضاء. الجماع يبطل الصوم ويوجب الكفارة، هذه مسألة. المسألة الثانية: الحديث دليل ألا أن كفارة الوطء في رمضان مثل كفارة الظهار الذي يظاهر من زوجته ويقول لها: أنت علي كظهر أمي، أو أنت علي حرام، عليه كفارة تحله زوجته، هذا يمين، هذا يمين وليس طلاقا. فهذه مسألة. المسألة الثالثة: أن من عجز عن الكفارة تسقط عنه، وقيل تبقى في ذمته، قولان لأهل العلم. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. زاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. نعم، هذه مسألة مهمة جدا. عرفنا أن الجماع مبطل للصيام، موجب للكفارة إذا كان في نهار رمضان، أما في الليل فإن الله أباحه: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى تبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الجماع مباح في الليل مثل الأكل والشرب.
هذا الحديث يدل على أنه مباح في كل الليل إلى آخر لحظة من الليل. إذا انتهى من الجماع عند طلوع الفجر فليس عليه شيء، يعني في الليل يبقى الاغتسال. هل الصيام يشترط له الطهارة؟ لا، يجوز للإنسان أن يصوم وهو جنب، أن ينوي الصيام وهو جنب. الحائض إذا انقطع دمها تنوي الصيام وهي لم تغتسل، تغتسل فيما بعد ولا لا؟ هذه مسألة عظيمة، أن الجماع آخره طلوع الفجر، وأنه يصوم ولو عليه جنابة، ينوي الصيام ولو عليه جنابة، وأنه لا تشترط للصيام الطهارة من الحدثين، مسألة مهمة، وأنه يغتسل بعد الفجر، كان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب فيصوم ثم يغتسل بعد طلوع الفجر ويصلي. ومثل الجماع الحيض، إذا انقطع قبل الفجر تصوم وتأجل الاغتسال إلى ما بعد طلوع الفجر، هذا من تيسير الله، وهذا يؤخذ من الآية أيضا، كما هو مأخوذ من السنة كما في هذا الحديث يؤخذ من الآية، لأن الله جعل الغاية للأكل والشرب والجماع طلوع الفجر، ومن لازم ذلك أن تبقى عليه الجنابة إلى ما بعد طلوع الفجر، وأن هذا لا يضر بصيامه، والحمد لله. نعم. زاد مسلم في حديث أم سلمة ولا يقضي، ولا يقضي هذا اليوم بموجب أنه صام على غير اغتسال وعلى غير طهارة، لا، الصيام صحيح، الصيام صحيح، لأنه كما ذكرنا أنه لا يشترط للصيام الطهارة، الصلاة تشترط لها الطهارة لكن الصيام لا تشترط له الطهارة. نعم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. نعم. باب صوم التطوع. نعم. انتهى الحديث. باب صوم التطوع بعده: من مات وعليه صوم صام عنه ولي. في رواية للبخاري لكن ما ساقها المؤلف، في رواية للبخاري: من مات وعليه صوم نذر، من مات وعليه صوم نذر صام عنه ولي. هذا الحديث إذا أخذنا بعمومه كما هو هنا، فإن من مات وعليه صوم واجب، إما بنذر وإما من رمضان وإما صيام كفارة، من مات وعليه صوم واجب صام عنه وليه، أي قريبه، صام عنه قريبه، وأن صوم الغير يبرئ الميت، صوم الغير يبرئ الميت، كما أن قضاء الدين الذي عليه للناس يبرئ ذمته، كذلك الصوم إذا صام عنه غيره بعد موته، أما صيام قبل موته لا، ما أحد يصوم عنه، إنما هذا بعد الموت. صام عنه وليه هذا من باب الاستحباب، ما هو واجب على الولي أنه يصوم، لكن باب الاستحباب، باب الاستحباب وإبراء ذمة الميت. في رواية البخاري صيام نذر، ففيه فرق بين ما وجب بأصل الشرع وهو صيام رمضان وما وجب بسبب النذر الذي ألزم الإنسان نفسه به. فهل قوله صام عنه وليه يعم صيام رمضان وصيام النذر كما هو ظاهر الحديث؟ هذا قال به جمع من أهل العلم لعموم الحديث،
بعض أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية والإمام أحمد يقولون لا، فيه فرق بين صيام النذر وصيام رمضان. صيام رمضان ما يصوم أحد عن أحد، لا في الحياة ولا في الموت، وأما صيام النذر فيصوم عنه وليه، ما وجب بالنذر لا بأصل الشرع يصوم عنه وليه. المسألة فيها خلاف، والذي يفتى به كان الشيخ ابن باز رحمه الله يفتي به أنه لا فرق بين صيام النذر وصيام رمضان، أنه يجزي النيابة فيه بعد الموت، لعموم حديث من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. قال رحمه الله: باب صوم التطوع وما نهي عن صومه. قال عن أبي قتادة. انتهى من أحكام الصيام الواجب، انتقل إلى صيام التطوع. ما من فريضة من الفرائض، فرائض الإسلام، إلا ولها تطوع من جنسها. الصلاة لها تطوع من جنسها، الزكاة لها تطوع وهي صدقة تطوع، الصيام له تطوع مثل ما هنا، الحج له تطوع من جنسه، وذلك لتوسعة المجال للمسلم في العمل الصالح، ما يقتصر على الفرائض، ما يقتصر على الفرائض، بل يتقرب إلى الله أيضا بالنوافل. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الله عز وجل أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، بصره الذي يبصر به، يده التي يبطش بها، رجله التي يمشي بها. بمعنى أن الله يوفقه في هذه الأعضاء فلا يحصل منها مخالفة ومعصية، الله يوفقه ويسدده. ولئن سألني لا أعطينه، ولئن استعاذني لا أعيذنه. ففيه فضل صوم التطوع والنوافل بعد الفرائض، وأن الله يحبها ويحب أهلها، فلا يقتصر الإنسان على الفرائض. هذا من ناحية. الناحية الثانية أنه لا يضمن أن يكون ليس عنده نقص في الفرائض، يكون عنده نقص في الفرائض، فإذا كان له نوافل يجبر هذا النقص من نوافله يوم القيامة، يجبر من النوافل يوم القيامة، فهو بحاجة إذا أيضا إلى النوافل، أولا تزودا من الخير، وثانيا أنه يكون عنده نقص في الفرائض فتجبر من النوافل. لكن إذا كان عنده نقص في الفرائض ولا له نوافل يبقى النقص غير مجبور. هذا مما يؤكد على المسلم أن يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. الله تعالى أعلم، نقف عند هذا. نعم. أحسن الله إليكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: لماذا على المرأة كفارة جماع إذا كانت مطاوعة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالكفارة ولم يأمر امرأته ولم يستفصل هل كانت مطاوعة أم لا؟ فما الدليل على ذلك؟ المرأة ما جاءت تسأل، هو أجاب السائل، المرأة ما جاءت تسأل. ومعلوم أن المسلم الرجل والأنثى سواء فيما يجب وفيما يحرم، وفيما الرجل والأنثى سواء في هذا، لا فرق بين الذكر والأنثى.
فكما أن تجب الكفارة على الذكر تجب الكفارة على الأنثى إذا كانت مطاوعة، أما إذا كانت مكرهة أو مجبرة فليس عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل من أكل أو شرب لأجل أن يجامع زوجته عليه الكفارة، أو لا تجب عليه الكفارة إلا إن جامع زوجته وهو صائم؟ نسأل الله العافية. هذا أشد، اللي يبطل صيامه يقول علشان أجامع، هذا جمع بين جريمتين: أولا قطع الصيام بالأكل والشرب، ثانيا الجماع. هذا في الحقيقة مستهتر ولا يجوز هذا العمل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: الذي يجامع امرأته في صيام النافلة هل عليه كفارة، وما هي كفارته؟ صيام النافلة يجوز للإنسان أن يفطر فيه ويقطع، ما فيه إلزام. أكل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء النهار وهو صائم نافلة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: امرأة أرضعت طفلا قبل بلوغه الحولين وهي لم تتزوج قط، فما حكم رضعتها له؟ إذا كان اللبن مغذيا تغذى به الطفل فإنها تكون أما له، ولو لم تكن ذات زوج يمكن يدر له لبن بدون زوج. إذا كان لبنا صحيحا ومغذيا تغذى به الطفل فإنه ينشر الحرمة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: قد تركت الصلاة بالكلية، وعندما كنت أصلي نفاقا، وتركت صيام كثير من رمضان ثم تبت إلى الله عز وجل، فهل علي كفارة؟ ما عليك إلا التوبة، ما دام أنك ما أنت معتقد أن الفرضية تصوم يعني بدون اعتقاد، تصلي بدون اعتقاد هذا لا ينفعك شيئا، ولست مسلما في ذاك الوقت. فإذا تبت إلى الله دخلت في الإسلام من جديد، تحافظ على الفرائض بعد التوبة، وأما قبل التوبة فلست على شيء من الدين. نعم. ولو تظاهرت بالصلاة والصيام ما ينفعك هذا، لأنه عن غير إيمان، لأن صلاتك وصيامك عن غير إيمان فلا ينفعك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما الفرق بين الكفارة المغلظة والكفارة المخففة، ومتى تكون؟ ما الفرق بين الكفارتين المغلظة والمخففة؟ الكفارة المغلظة مثل كفارة الظهار والقتل، كفارة الجماع في رمضان، هذه المغلظة. كفارة المخففة مثل كفارة اليمين. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا كان الجو شديد الحرارة ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض، فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله عز وجل لجهنم: إن عبدا من عبادي استجار بي من حرك، وإني أشهدك أني قد أجرته منك. سؤالي يا فضيلة الشيخ: هل من شاهد لهذا الكلام من الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح؟ لا يحتاج إلى تثبت من هذا النقل إن جاء به، ولكن على سبيل العموم فإن شدة الحر من فيح جهنم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تذكر بالنار، استعيذ بالله من حر النار، تذكر بالنار. قالوا: لا تنفروا في الحر، قل: نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فما في شك من شدة الحر أنها تذكر بالنار، فيستعيذ بالله من حر النار والعياذ بالله. الله جل وعلا قال أيضا في النار التي في الدنيا: نحن جعلناها تذكرة، نار الدنيا تذكر بنار الآخر، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، المسافرين يتمتعون بالنار وفي البرد، وفيها منفعة وفيها تخويف أيضا، تذكير. التي في الدنيا تذكر بما في الآخر، ما
ما في الدنيا من السرور والنعيم والروائح الطيبة والفواكه و يعني البراد، هذا يذكر بالجنة، وما في النار من الحر ومن الهموم والأمراض والأسقام يذكر بالنار والعياذ بالله. المسلم يتذكر بهذه الأمور ولا يغفل عنها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل نصدق من يقول أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام؟ أهل العلم يقولون إذا كان يعرف صفات الرسول، يعرف صفات الرسول التي تميزه عن غيره، فإنه يمكن أن يرى في المنام على صورته صلى الله عليه وسلم، لأن الشيطان لا يتشبه بصورة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما اللي ما يعرف صفات الرسول صلى الله عليه وسلم فيمكن أن يأتيه الشيطان ويقول له أنا الرسول ويصدقه لأنه ما يعرف صفات الرسول. في فرق بين الناس في هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل وهو يطوف مس امرأة فأمنى بغير إرادته وهو صائم، فهل صيامه صحيح أم يبطل؟ إيش يقول؟ رجل وهو يطوف التصق بامرأة فأمنى بغير إرادته وهو صائم، فهل صيامه صحيح أم يبطل؟ إذا كان بغير إرادته، بغير إرادته ولا قصده، فهذا ليس عليه قضاء، لأنه لم يقصد هذا ولم يحصل منه بسبب منه هو. نعم. لكن على العموم على الرجل ألا يدخل في الزحام، إذا رأى زحاما لا يطوف، أو يكون في آخر المطاف، يكون في آخر المطاف، كما أن على المرأة أيضا لا تدخل في الزحام ولا تقرب من البيت، تكون في آخر المطاف يدرأ الشر مهما أمكن ولا يغامر، ما يغامر يرتكب ما محظورا بسبب أنه يريد التقرب إلى الله، ما يصلح هذا. نعم. أول شيء الطواف ما هو بلازم بوقت معين، إذا رأى زحمة شديدة ولا يمكن يا أخي تأخر وتجي وقت آخر، إذا كان ولا بد بتطوف فعليك بتوقي الزحام والمساس بالنساء والبعد عنهن مهما استطعت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال من قسم النساء. تقول السائلة: سمعت أحد المشايخ يقول في شرح أحد كتب العقيدة أن الملائكة لا تموت، وهذا أشكل علي، لأني سمعت حديثا وهو أن الله سبحانه يقول لإسرافيل: أخرج روحك، وذلك بعد أن تموت جميع الخلائق بما فيهم الملائكة، فكيف أجمع بين ذلك وذلك؟ هل يقول الملائكة لا تموت؟ وين دليله؟ كل نفس ذائقة الموت، وين دليله على أن الملائكة ما تموت؟ لا يجوز الكلام في مثل هذه الأمور بدون دليل صحيح عن الله ورسوله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الواقعة كل يوم تنجي من الفقر؟ في شيء لكن ما أدري عن صحته، ولا في شيء حول سورة الواقعة. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم، أو سائلة تقول: ما حكم لبس العدسات الملونة وتشقير الحواجب بدون أخذ أي شعر من الحاجبين؟ كل هذا من تغيير خلق الله، لا تشقير الحواجب ولا لبس العدسات الملونة من غير حاجة، قصد الزينة فقط. أما إذا كان لحاجة لضعف البصر أو لأن العين فيها عيوب تسترها بالعدسة لا بأس، أما عين سليمة ولا فيها بأس، ما يكره لها لبس العدسة، لأنها من تغيير خلق الله ومن التدليس أيضا. وكذلك الحواجب لا تعبث فيها،
الله هو اللي ملونها سبحانه بلون جميل ولا يتغير. وحتى الحواجب ما هي بتشيب سبحان الله، نادرا ما تشيب، فيتركها على ما هي عليه. نعم. وتقول السائلة: وما حكم الحشو، حشو الصوف في الشعر لعمل تسريحة النشأ؟ ما حكم وضع شيء من الصوف تحت الشعر لعمل التسريحة فيه؟ ما يصلح هذا، تترك الشعر كما هو عليه وتسرحه وتنظفه وتتركه على ما هو عليه، ولا تزيد شعرا آخر أو ترفع حتى يظن أنه هذا من التزوير. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أشكل علي أنه يحرم تأخير الإفطار إلى تشابك النجوم وجواز الوصال، فأرجو توضيح ذلك. وجواز الوصال؟ هذا ما هو وصال، هذا بيفطر، ولكن أخر الإفطار عن وقته. أما المواصل ما نوى إفطار، المواصل ما نوى إفطار، ولهم مفطر إذا اشتبكت النجوم واصل. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: اللقيط إن مات وخلف تركة ومالا، فمن يرثه إن لم يكن له ولد؟ يرثه أمه، إن لم كانت أمه غير موجودة يرثه أقارب أمه، عصبة أمه، يرثه أمه وعصبتها. نعم. وهذا سائل يقول: من مات في جدة وأوصى بدفنه في دولة أخرى، فهل تنفذ وصيته؟ هو مسلم، مسلم، المسلم يدفن مع المسلمين، وإذا كان لا يلزم على نقله مشقة ولا يلزم على نقله أيضا مضرة على الميت فيباح نقله، ولكنه ليس بواجب، يدفن مع المسلمين والحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل إذا جامع الرجل امرأته في صيام القضاء هل تجب عليه الكفارة؟ جامع رجل امرأته في صيام القضاء فهل تجب عليه الكفارة؟ لا، ما تجب عليه الكفارة، لكن يحرم عليه، من دخل في صوم فرض حرم قطعه. إذا صمت يوم قضاء ما يجوز تقطع وتقول أباكل وأشرب أو أجامع، لا ما يجوز، يلزمك الإتمام اليوم، من دخل في فرض موسع حرم قطعه. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: أبي يمنعني من حضور الدروس، فهل يجوز لي الخروج بدون إذنه؟ لا، إذا كان له ملحظ، يمكن والدك له ملحظ يخاف عليك من الفتنة، إذا كان له ملحظ صحيح فلا يجوز لك، إذا لم يكن له ملحظ وأنت ملتزمة فأقنعيه، أحسن تقنعيه ولا يحصل خلاف، أقنعيه بذلك، إذا سمح فالحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: ما حكم من أفسد نيته ثم تاب واستغفر ولم يفطر؟ الفرض إذا قطع النية أفطر، سواء تناول شيئا أو لم يتناول، قطع النية، والصيام هو بنية. أما في النافلة فلا بأس، إذا أراد يفطر في النافلة ثم قال لا من مفطر بواصل لا بأس، صيامه صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الذهاب إلى أماكن الترفيه التي يقال عنها الملاهي يجوز من باب الترفيه للأطفال، علما بأن هذه الملاهي غير مختلطة؟ غير مختلطة، فحتى العاملات فيها نساء، وإنما فيها محاذير شرعية أخرى كالتبذل في اللباس ولبس الضيق والبنطال، فهذا مما عمت به البلوى. هذا اللي يخاف منه، ما صارت سليمة، صار فيها شر، لا تذهب إليها يا أخي، تذهب بعيالك، خلهم في بيتك وينامون ويستريحون والحمد لله، حافظ عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: من الأوقات المنهي عن الصلاة، من الأوقات التي ينهى عن الصلاة فيها بعد السلام من صلاة الفجر إلى شروق الشمس، فهل يجوز أن نصلي تحية المسجد بحكم حضورنا للمحاضرات؟
والله هذه مسألة خلافية، الخلاف فيها قوي. من دخل المسجد يريد الجلوس وقت النهي، في حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذا عام في جميع الأوقات يصلي، لكن يعارضه حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر إلى أن ترتفع الشمس، والنهي مقدم على الحظر، مقدم على المبيح كما يقوله. صلاة تحية المسجد ما هي فريضة، نافلة، فتجلس. على كل حال إن عملت بالأمر وصليت فلا ينكر عليك، وإن عملت بالنهي وجلست فلا ينكر عليك. الأمر فيه سعة، ولا تشدد في هذا، والعلماء اختلفوا في هذا، هل تقدم ذوات الأسباب أو ما تقدم. هذا من تعارض العمومين عند الأصوليين، عموم النهي وعموم الأمر، تعارض العمومان. فمن قدم عموم الأمر قال يصلي، ومن قدم عموم النهي قال لا يصلي. نعم، أثابكم الله. وهذا سائل يقول: جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أرجو توضيح معنى الحديث والمقصود بالمشتبهات، وهل يمكن أن تكون هذه المشتبهات مشتبهات عند بعض الأشخاص وبينات عند آخرين، وهل تدخل في هذه الأمور المشتبهة الأمور الفقهية؟ جزاكم الله خير. كل مسألة فيها خلاف هل هي من الحلال أو من الحرام فهي من المشتبهات، كل مسألة فيها خلاف هل هي حلال أو حرام فهي من المشتبهات، يشتبه أنها حلال ويشتبه أنها حرام، فما دامت كذلك الاحتياط تركها، الاحتياط للجاهل تركها، الجاهل احتياط له تركه. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، هذه قاعدة. أما العالم الذي ترجح لديه أنها حلال يأخذها، ترجح لديه أنها حرام يتركها. ولهذا قال: لا يعلمهن كثير من الناس، دل على أن بعض الناس يعلمها وهم العلماء، يختلف باختلاف الناس. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل لبس الدبلة من التشبه باليهود والنصارى أم هو خلاف الأولى، وما هو ضابط التشبه؟ الدبلة ما كانت معروفة عند المسلمين، وإنما هي من العوائد المتبعة في بعض البلاد، وإذا صاحبها اعتقاد أنها تجلب المودة وتربط بين الزوجين هذا لا يجوز، هذا فيه شيء من الشرك. نعم، ويقول: وهل حال تركها والابتعاد عنها ما في شك أبرأ للذنب. نعم، يقول: وهل يجوز لبس الخاتم للرجل للزينة؟ الخاتم للرجل من الفضة لا بس، يلبس للزينة أو للحاجة لا بس، وأما الذهب فحرام على الرجال قطعا. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز إبطال نية الصيام في صيام القضاء كما في صيام النافلة؟ هل يجوز إبطال نية الصيام في صيام القضاء كما هو؟ قلنا عن هذا يا أخي، قلنا صوم الواجب الموسع وهو القضاء لا يجوز قطعه، من دخل في فرض موسع حرم قطعه، ليس مثل النافلة. نعم، أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يجوز النفث على كتفي الأيسر وأنا في صلاة الفرض إذا ضايقني الشيطان وحال بيني وبين صلاتي؟ إيش؟ هل يجوز أن أنفث على كتفي اليسرى وأنا في صلاتي إذا حال الشيطان بيني وبينها؟ هم على كتفك، تنفث في الأرض، تنفث في الأرض عن يسارك، تنفث عن يسارك في الأرض، ولا تنفث على كتفك ولا على ثوبك إذا كنت في غير المسجد.
تنفث تنفث في الأرض، أما إذا كنت في المسجد فتنفث عن يسارك في منديل، ما تنفث في أرض المسجد، تنفث في منديل وتحمله معك. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل الأصل أن الأدلة العقلية موافقة للأدلة النقلية؟ وما معنى قول علي رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من الأعلى أولى من الأسفل؟ وضح لنا ذلك. واضح كلام علي رضي الله عنه، يقول الدين ليس بالعقل وإنما هو بالدليل الشرعي، لكن العقل يفهم الدليل، العقل يفهم الدليل، والدليل والقاعدة أن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصريح أبدا، فإن تعارضا فإما أن النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صحيح، النقل غير صحيح، وإما أن العقل غير صريح، أحدهما فيه خلل، ما إذا كان ما فيهما خلل فلا يمكن أن يتعارضا أبدا. نعم. وهذا سائل يقول: أريد أن أصوم ما تبقى من شعبان مع ترك صيام يومين قبل رمضان. الله في الحديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوم، ما دام أنك ما صمت قبل النصف فلا تصوم في آخر الشهر. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هناك من يقول إن إطلاق النظر في الشوارع وهو يعلم وجود النساء أن هذا من النظر المباح الذي يقال له النظرة الأولى فلا شيء فيه، فينظر للنساء النظرة الأولى ثم إذا رأى ما يفتنه يغض بصره. يا سبحان الله، ينظر إلى النساء ويقصد، يقول لي النظرة الأولى، أنا متعمد، أما ينظر الطريق، ينظر الطريق ووقع نظره على امرأة من غير قصد، هذه نظرة الفجاءة، هذه نظرة الفجاءة اللي ما قصدها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يشترط في صيام كفارة اليمين التتابع؟ نعم، اللي نص الله عليه أنه متتابع، فصوم شهرين فصيام شهرين متتابعين، نص الله على التتابع، لا بد من التتابع. أما الذي لم ينص على التتابع فيه مثل كفارة اليمين فصيام ثلاثة أيام، هذا لا يجب فيه التتابع، إلا عند بعض العلماء يروون قراءة صيام ثلاثة أيام متتابعات، لكن القراءة هذه لم تثبت. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل تحجب الأم أو البنت الإخوة؟ الأم تحجب الإخوة، العكس، الإخوة يحجبونها من الثلث إلى السدس، حجب نقصان، أما هي ما تحجب الإخوة، لا الإخوة لأم ولا الإخوة لغيرهم. نعم. وهذا سائل يقول: هل صحيح أن سورة الكوثر تمنع الخصومة؟ سورة الكوثر هل صحيح أنها تمنع الخصومة؟ الله أعلم. نعم. وهذا سائل يقول: أنا مبتلى بالعادة السرية وكلما أتوب منها أعود إليها، فبماذا تنصحوننا؟